انتقل لموضوع آخر، الذنبس أو معنى ظروف الحال، الكلمات المفردة والفريزز العبارة. Adverbs of manner tell us، يقول ظروف الحال تخبرنا بكيفية حدوث شيء ما. نشوف هنا يقول they can be single word slowly well، هي تكون كلمات مفردة مثل slowly well. They can be adverbial phrase، هناك يعني كلمات ما يعوض عن الظرف، مثلا عبارة ظرفية يعني by car on foot in a friendly way، بواسطة السيارة على الأقدام وبطريقة ودودة. single adverbs الظروف المفردة للحال often and تنتهي بشنو؟ تنتهي ب ال y دائما. زين يقول يكمل هاي الباراجرافس، اكمل الفقرات واختار الكلمات الصحيحة بالبوكس. هاي نشوفها هنا، هاي نشوفها هنا. يقول the present، انطيكم حتى نختصر بالوقت. the TV presents have to speak، TV presenters have to speak، شنو؟ المقدمين بالتلفزيون يجب عليهم ان يتكلموا بشنو؟ clearly. clearly شوف هذا الجواب، clearly يتكلموا بوضوح clearly. زين so that people can understand them، لكي الناس يفهموهم شنو؟ يفهموهم easily، بسهولة easily. إذا ما تخلي لي easily. they should also try to say everything، هم يجب عليهم كذلك أن يحاولوا أن يقولوا كل شيء. كل شيء شنو؟ كل شيء شنو؟ in an interesting way، بطريقة ممتعة. in an interesting way هاي راح تكون هنا، هاي راح تكون هنا. زين زين. another important thing is that they choose their word، الشيء المهم الآخر انه هم لازم يختارون كلماتهم شنو؟ carefully، بدقة. اذا هنا راح تكون carefully. so they do not give any incorrect information، لذلك هم لا يعني لا يعطون أي معلومات غير صحيحة، حتى لا يعطون أي معلومات غير صحيحة. ماشي. اثنين on the telephone you should usually، يقول على الهاتف أنت يجب أن تكون عادة تتكلم شنو؟ in a friendly way، بطريقة ودودة. okay so that the other person، لذلك بحيث انه الشخص الاخر feels comfortable، يشعر انه مرتاح. if the other person is speaking too fast، اذا الشخص الاخر كان يتكلم بسرعة، you can say، تستطيع ان تقول politely، بأدب، بطريقة مؤدبة، could you speak more slowly، هل تستطيع او هل تتمكن، تقدر يا بشوية تحكي ببطء على كيفك، slowly ببطء، please رجاء. if they speaking too quietly، اذا كانوا هم يتكلمون quietly بهدوء يعني بشكل ناصي جدا، you can say، تستطيع ان تقول I'm afraid I can't hear you، اخشى انني يعني لا استطيع ان اسمعك، could you speak up please، هل تستطيع ان ترفع صوتك رجاء. هاي الاجوبة اعزائي تنحط. زين انتقل للصفحة الاخرى. put these وضع هذه الكلمات والعبارات in order، بالترتيب لتكوين جمل. راح نشوف تمام. طبعا اعطيكم الجواب رأسا، كلمات مخربطة راح تسويها. the children played happily in the garden all day، الأطفال يلعبون بسعادة في الحديقة طوال اليوم. we usually read quietly in our house after dinner، نحن عادة نقرأ بهدوء في بيتنا بعد العشاء. I traveled by bus to the Euphrates in the holidays، أنا سافرت بواسطة الباص إلى الفرات في العطل. هذا الجواب هنا، طبعا هاي اللي جوها خطوط، جوها خطوط، هذا هو يعني بالحمر، هو هذا الجواب. أخوي يعزف الموسيقى very loudly last night and my father shouted angrily at him، أخوي عزف الموسيقى بشكل عالي جدا الليلة الماضية وأبويا صيح عليه بشكل غاضب. أوكي. هشام had to wait patiently at the hospital for a long time، هشام كان يجب عليه أن ينتظر بصبر
في المستشفى لوقت طويل. People who live in London usually travel to work by underground. الناس اللي عايشين بلندن عادة يسافرون للعمل بواسطة هذا المترو underground, أو هم الناس اللي عايشين بلندن usually travel by underground to work, وهكذا. زين. مناف does his work, طبعا هاي من الأور تقدر لحد هنا عز الطالب, لحد هنا هذا كافي. بس هاي قايل لك أور يعني طريقتين للحل, مو إلا هاي تكتب لي يعني أنت لحد هنا. أوكي, لحد هنا, لحد هاي النقطة تقدر تكتفي, من لحد هاي النقطة, من هذا السطر, هذا السطر هذا هنا اللي يقصده هذا, يعني من الأور, هاي الأور يعني خيار آخر. أوكي, تقدر لحد هاي النقطة أنت مش كافي. زين. مناف does his homework carefully after supper. supper المناف أدى يؤدي مناف يؤدي واجبه البيتي بدقة بعد السوبر العشاء. زين, سوبر شوية قبل العشاء, اثنيناتهم العشاء بس السوبر قبل السفر. جون العفو جود, جود يوجوال ستارز وورك, جود عادة يبدي المدرسة الساعة 8 وينهي الساعة 3. زين.